مرحبا بكم مرة أخرى في دوزيام بارتي من لعبة عندك إكسترا. كيف العادة شفتوا الأجواء الحلوة اللي كانت في كارفور، ونجيوكم في شهر رمضان ونسوكم عشاء فلاميا، ونقترحوا عليكم إدبارة ليبلا، واقتراح منها هي تكون المكونات الغذائية موجودة الكل والماكلة صحية. عسلامة شيف. عسلامة نورس. عسلامة الناس الكل. اليوم باش يكون المنيو متاعنا فيها نجم نقولوا عليها معبود الجماهير زيادة اللازانيا. مي اللازانيا المتاعنا اليوم باش نعملوها سبيسيال شوية، باش ندخلوا الخضرة بما أنه الصغار يحبوا اللازانيا، أو كيفاش نحطوا لهم الخضرة يوليوا يأكلوها بالصيفة عليهم من غير ما يحسوا. دونك باش نعملوا اللازانيا بالإسكالوب مليحة ديجا رحيني ومعها السبناخ، تبيع أساس بشاميل بالليبيدار والزبدة ديليس والحليب ديليس également. وبالنسبة للانتخي باش نعملو دي ميني كلوب ساندويتش مي دون اوتر فاسون، مش مثلثين، أما المرة هذي مدورين، والديسير باش يكون تارتو فريز مي تارتو فريز فرواد، باش نستعملو فيها الكيك ديلين مابغي الفاميلي. باه نبداو. اي باش نبداو توا. أول حاجة باش نجيب الزبدة والحليب تاع ديليس، وانا باش نبدا نحضر الصوص ونسوتي الاسكالوب. اوكي. انا ديما نعطي روسيت للي يلقى صعوبه في الصوص بشاميل. لاستوس انك انت تحط الزبده نتاعك الاولانيه، ذوب شويه، ذوب ما ذوب تحط الفرينه، حط معرفتين فرينه، وتوت سويت تحط الحليب، وهكذا انت ما تخافش انها البشاميل نتاعك تعمل لك العابر. مغرفتين كبار ولا صغار؟ ليلك بقى نوك زبدة هيك بديت تذوب. حط مغرفتين فرينة نورس ومن بعد تسويت صب الحليب عشان بعد هيك شوية منها تحرقش، تغلبك نجم تغلبك وتعمل الكعابر، وإحنا ما حشناش. أنا بالنسبة لي أنا باش نكمل تفويح الاسكالوب نتاعي. أي نحطو شوية ملح وشوية فلفل زينة خاطر نحبوها محرحرة شوية، ونحط شوية فلفل أكحل، شوية كركم. تعطيني ديريكت الحليب، حط الفوي. اي توتسي تحط الحليب، صب زيت صب زيت 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 يعطيك الصحة. هكاك سافا. باهي. حطيت الكوي باش ما تغلبكش. بعد ما يتقلى الاسكالوب باش نحطوا الطماطم. وبالطبيعة باش نعملوا نعملوها سخاتيفي ايتاج صوص بشاميل، ومن بعد الأوراق، ومن بعد اللحم، ومن بعد أوراق السبناخ، وإحنا ماشيين هكاك. وما ننساوش الميزة ديما نتاع اللازانيا نتاعنا، أنه نحطوا فيها زوز شرائح جبن باش يعطينا البن، على خاطر الموتزاريلا حلوة. واحنا حاشتنا معناها ناقصه من غير ملح كومبليتمون، واحنا حاشتنا باش تكون فيها اكل بنه هذيك، وهذاك علاش نحطوا شويه حار وشويه ملح خاطر باش ما تكونش هكا مش بنينه. اي سورتو احنا نحبوا الحار. توا باش نحط اليوم اخترنا الصوص بيتزا بازيليك اي اوريغان. بالطبيعه ما ننساوش ديما باش نقولوا اللي سي كام اختاروها منتوج العام على لي برودوي اللي قاعده تخرج فيهم وتطور في المنتوج نتاعها. بالطبيعه ريحه الحبق دوبا حطيت خرجت ريحه الحبق. اول حاجه كي تحط الكونكاسي على تشم ديريكت ريحه الثوم، وهذه تشم ديريكت ريحه الحبق. نورس انا باش نخلي الاسكالوب يتشوت، وانت اللي هليت لي بالكريم فريش، وباش نبدا نحضر الديسير. باش ناخذ الكيك رجل فاميلي المغربي. اي وباش نبدا نحضر الدكتور نتاعي. يدور لي باش نستحق شوية حليب. ناو أنا نخلي لك الحليب. أتو نفسر لك علي شنو اللي باش نعمل بيه. بيه مؤسسة الهادي بن عياد حاضرة معنا في البلاتو بالفور نتاعها والفريجيدير تبركالا الكبير هذي اللي هزلنا القضية نتاعنا الكل فيها برشا برودويات. كان تحبوا تاخذوا كيفهم ولا تشوفوا أسعارهم، ما عليكم كان تمشيوا للشوروم نتاعهم، غادي تسألوا على الأسعار، تسألوا على التخفيضات والتسهيلات للناس اللي تحب تبدل في ديارها، وإلا الناس اللي عندها عروسات وفرحات قريبة. بهي نورس أنا حطيت توا الكيك فاميلي. أي باش نبدا ننزل عليها بالطريقه هذيا. باش نحط شويه حليب باش تعاوني. اي باش تعاوني بالحليب اني تتحل. اي حاشتنا خاطر اوليو باش نعملوا فون دو تارت.
باش نستعملوا الكيك ديالين فاميلي، هو يكون في اوليو باش نعملوا بالبات والفارينة والزبدة، احنا اخترنا اليوم باش نعملوا بالكيك ديالين، وانتي تعرف علاش نعملوا في الطريقة هذه باش نسهلوا ومن نخرجوا من الاوردينير، انه ناخذوا ترونش كيك عادي ناكلوه. نورس كملت لنا كل الصوص بشاميل، حضرت هاي به ململ شنو حطينا هذا دو كوتي، نجم نرجع الحليب. مش نبداو في المورتار نتاع اللازانيا نتاعنا، باش ناخذوا شويه صوص بشاميل هي اللولانيه. باش نبداو المونتاج باش نحطوا اول حاجه هي ديما الكوش صوص بشاميل هي اللي ملوطه. علاش نورس؟ حلي باك وانت اللازانيا كي باش نحطوا الورقه الاولانيه ما تتحرقش. فهمتني؟ يلزم نحطوا من الاول، والزبده اللي استعملناها زبده دي اللي استعملناها في الصوص بشاميل هي اللي تخليناش الكعبه نتاعنا تلصق وتتحرق لنا. قد ايه هذه وتيب؟ 20 minutes. هكاك هذاك هو الوقت نتاع طون دو كويسون نتاع اللازانيا. ننزلوا عليها شويه ميساج خليها تتكسر. وكا تو تجي فوق بعضها باش نحطوا سيلي، ونحطوا ورقات السبانخ نتاعنا. علاش نحب نحط عليهم؟ خاطر احنا ما ذبلناهمش، بما انه السبانخ ما فيه شروح باش نحطوا عليه الصوص السخونه مع الاسكالوب دو بولي اللي استعملناه، اسكالوب دو دانت اللي رحيناه وعملناه في الصوص نتاعنا. حاجه بنينه برشا. وبدينا احنا باللازانيا على خاطر باش تاخذ وقت، لو طون اللي احنا حضرنا الباقي لونتخي نلقاو البلا نتاعنا. هذا اذا يعطيك صحه. باش نحطو نستنيك تكمل ونظف لك البلان دو ترافاي نتاعك. ماكسينيت بي عاود تعمل كوش اخر. نحطو شويه فرماج موزاريلا ومن بعد نحطو كعبه ورقه اخرى. ما عليها كتبقى صغير ويلموا في ساعه في ساعه. هذاك علاش احنا نستعملوا توا في رمضان، طيبوا ميسالش ونصنفوا ونعملوا كل شيء شويه شويه شويه، هكاك ما يبداش فما غاسبياج وماكله بيته وتقعد في الفريجيدير وما تتاكلش. احنا ماذا بينا الحاجه اللي نطيبوها نستهلكوها خير من اللي فما تلويح في حاجات زي دي. هذا توا الكوشه الثانيه. نحطو صوص مرة أخرى. إي نتصور نص ساعة غو ماكس ما تعبش المرأة هكا، حتى لو كان تروح مخرة في ساعة في ساعة تيبي في ساعة في ساعة كي نزيدوها لطول. أنت عملت ميلون، سامحني عملت ميلونج بين جبونات. إي ميلونج بين جبونات. مني قلت لك علاش نحطو نحنا سلايس؟ على خاطر يعطينا الكو الملح. الملح خاطر سلايس ملح، مش ملح فيه الملح ولا الموتزاريلا ما فيهاش ملح بالكل، هذاك علاش. ونعاودو نحطو كعبة أخرى ديما نظف ننزلو هكا. تعطيني نورس شوية حليب خاطر الكوش الفوقانية بالكل باش نحطوها صوص بشاميل يلزمنا تكون جارية شوية. نحطك في الصوص بشاميل؟ اي حط هكا لازانيا مشخشخه. شوفوا الالوان نورس، نشوفوا ميلونج البلون والفير والصوص، حاجه تعمل الكيف. وتوا باش نعمل عليك انت. يعطيك الصحة نورس. باش نعمل عليك انت تحطها في الفور، اما حضر لنا شويه بابي الومنيوم ساعه نغطيوها باش ما تتحرق الناج، وقبل في الدي مينوت الاخرانيين نحيوها الالومنيوم وباش يعمل لنا الكراتيناج. علاش نغطيوها؟ خاطر لو كان تقعد الوجه نتاعها عريان نو سولمون الجبن يتحرق، ولكن الكعبه زادت تشيح وتولي مبوطه، واحنا ما حسناش باش نتحصلوا على الريزلتا هذيك. وحشتنا باش يكون المنظر نتاعها مزيان. نحطوا توا الفرماج
باش نحطوا شويه ونخليه شويه لمبعضه نزيدوا كي نعريوها نزيدوها شويه. انا ساحضر باش نوريك كيفاش الطريقه دو بريفيرونس كي نحطوا نحطوا بالكوتي هذايا باش تتلمى. لا ما نخليوهاش تمس لا ليا باش ما نحيناش الجبن ونحطوا بالطريقه هذه ومن بعد نكمشوها هكايا باش نعملوا كي شابو اون ديريكت فهمت. باش نحاولوا نزيدوا نهزوا هكا هكا الالمنيوم مثلناش في الفرماج ويغطيها او ميم طون او يغطيها او ميم طون. تفضل ناورس هكا الفرماج وانا باش نرجع للديسير متاعي بعد ما حطيت كيك ديلين فاميلي المغبغي وحطيت معاه شويه حليب ديليس. خلنا نضيف لك شيف. اي دونك نقولوا كيف العاده اللي البرودوي ماكسينيت البرودوي اللي ينظف ويعقم ويطهر تابل دو ترافاي والسورفاس اللي نخدموا عليها يوصل فيسع للجراثيم حتى في العمق وسهل الاستعمال. موجود منه للغاز وللفور ينحي الغريس اللي موجود فيهم. يلزمنا زيدا نبهوهم بلوتو يعني نجلبوا انتباههم باش يقمروه لانتي باكتيريال كولور نتاعو اللي هو بوغ لي سيرفاس لانتي باكتيريال واللي نستعملوه للفور وهو فير واللي نستعملوه للغاز للفور بلون وللغاز فير باش العبيد يتفرق في الالوان وهو بطبيعته اتيرون لي كولور نتاعو ونعرفوا كل برودوي لشنو يصلح. فوالا انا توا قاعد نعمل في التخت فخوات نتاعنا هذا الكويزين للغازة. اي هذاك هو يلزمنا نطلعوا التخت نتاعنا لليبا باش نقعد ديما الغاز نتاعنا نضيف باهي شايف كملت نورسه كملت عملت تنظيفها هكا شويه يعطيك الصحه باهي حضر لي حكا كريم فريش وكيبا ياغورت داكور باش ناخذو مغرفة كريم فريش ديليس وباش ناخذو كعبة الياغورت وهذه في عوض هكا بما أنو احنا اليوم التارت متاعنا هذي بعد مش باش تدخل للفور دونك اخترنا باش الكريمة متاعهم متكونش سخونة زادة تكون باردة سي بوغ سا خلطنا الكريم فريش وخلطنا الياغورت مع بعضهم. دونك لونتري نتاعنا ساهل برشا ويحبوه برشا ناس موجودة على الطاولة نتاعنا الكلوب ساندويتش هذوما اللي انت اليوم اخترت باش تعملهم سو فورم سيركل. اي سو فورم اي سو فورم سيركولير وان بلوس باش نستعملوا فيهم الجامبون نتاع مليحة بطبيعة. مدورين هكا كل مدورين اي معهم طومات ومعهم ليتو هكا حاجة ساهل وسهلة وسامبل نبداو بها العشاء نتاعنا حتى لو يقعدوا نحب نعاونك نعمل نبدا نعمل لك نسيل شيء هو البروجيكت نعمل فيها شويه هريسه سي كاما. اي بيان سور انت ما الهريسه عندك انت عندك حاجتي نتي ولا هريسه هذا ما اكثر حاجه اكثر نعمل. حاجات انت تحبها حتى انا راني كملت التيسير نتاعي باهي برشا نجيو في نفس الوقت نجيب صحن اخر باش نعطيك عندي بحذايا صحن نعطيك اوكي حضرته أردواس به باش نبداو نحطو الفريز متاعنا بالطريقة هذي ناورس تو انتي شنو تحب أكثر حاجة في الماكلة؟ أكثر حاجة تحب؟ شنو أكثر حاجة في الملح ولا في الحلو؟ في الملح نحكيو توا على العشاء متاع رمضان لازانيا تعجبني هاي انتي حببتني في ال المزلوقة وفي بالك يظهر لي تحب الجلبانة بالطبيعة الجلبانة نحبها برشا أما الحاجات اللي ذقتهم من عندك وجربتهم هما المزلوقة اي واللازانيا والعصبين والعصبين الاسكالوب اسكالوب اي طبعا المرة الجاية نعملوا عصبين واحد اي شنو رايك؟ هكا؟ اي هكاك هكاك ونزيد واحدة أخرى من فوقها ونزيد واحدة أخرى من فوق وتحط الكوردون تشدهم بالكوردون
خلي عندك انت شيف هذيك المنظر باهي. انا جوست نعاونك كهوا في شكون مش كامل قبل زعمينا ولا انت تصور روحي انا انا قبل زعما يا اخي سيء غلبتني معناها انا وي انا وياكم محمد نجريو على الوقت ولا جست قد تغساش كي خليني ننظف لك شويه ماكسينات الباسه نتاعك ديما شي وانا نحب نحط التوش فينال ولا نستنيك تنظف وطبعا خليني ننظف لك ديما باش انت ديما كي تعمل توش فينال نتاعك تكون عندك معايا انا متني على البلان دو ترافاي اونتي باكتيريان امورنا واضحه اي ديما نظافه عندك انت فوالا يعطيك الصحه بالنسبه للكلوب ساندويتش ولا مزيانين نورس مزيانين على خليت البصمه نتاعك بالحق عجبتك عجبتني هيا به تسخن كويس التاي نتاعي معناها تو كي نبدا حاجتي بس يستونت نجيبك انت الافكار نتاعك باش نغرمك بالكوجينه وتولي تحب ليه غرمتني بالحق غرمتني باش نعمل كاس تي كيو في اليوم بالسكر عامل ميسيلش خاطر انا استعملت كريم فريش والكريم فريش ما فيهش سكر انتي ما احنا كي نستعملوها نخليو فيها ناتشوغ دونك وزي انت انا بالبيستاج زادا بصراحة عاملة جوين عليه ديسير اي بي حتى انا عجبني ولا لي يظلي باش نروح بها هذيك باش تروح بها هكيك حاضر انا واحد هوني في البلاتو مركز قال لي قال لي سيي هكا هو ملا باش نخليو الديسير نتاعنا ديجا حاضر ومريقل باش نعمل طلة انا على اللازانيا وانا كستي حضرته نقولوا ديما اللي نقعدوا نحركوا بين 15 و 20 سكوند في تي كيوفي وريحة النعناع منه وسختو وانت صايم تولي تشم دوبل حضرت سي حاضرة يعطيك صحة شيف وما ننساوش كيستي كيوفي اللي حاضر معانا على طاولة التونسية الناس الكل اللي تبعوا في شيف لامية تنجموا وتتفاعلوا معاها على الباج فيسبوك متاعها والباج انستغرام متاعها تريتور لو بيروكي وبالنسبة للتليفون 97-345-755 إيجالمون خليني نقول مرسي لسنتر فيمينا بيوتي على المكياج والانجلوري والشعر أنا وشيف لامية وحصتنا هكا توصل لنهايتها إن شاء الله تكون عجبتكم الأجواء في البروميير بارتي والدوزيام بارتي تحية للسبونسور متاعنا الكل وشيف طيبة نتقابل معاكم غدوة في حصة جديدة باي باي اضرب اضرب واللعبة عندك يا مسيو يا مدام اربح يا وشاري ورمضان كانك تكنس وديكور دي ما تنسى حتى البرودوي حبك عشي جودي ما في وبدنا كبت الناس بوردي انسى شيشك يا ورمضان وحاول تسبق المدام تقول هيك قوتنا في هريستنا ليبيدور هي الأصل مؤسسة الهادي بن عياد هي الأولى في البلاد.